وهذا الله بقدر وصلنا بقدر صنع بيت المحمود طاه القدسي حرم سلمان القدوس المتخبر انتقل كل الزوار لربنا تبارك وتعالى ترحم علينا ويرحمنا ويرحمكم الله الفنانة القديرة نادين خوري من موقع فوشة بنعزيكم برحيل ووفاة الفنانة سناء دبسي الله يرحمها ويطول بعمركم. قديش هيدي الخسارة يعني كانت قاسية إن كان على الصعيد الفني أو الشخصي؟ يعني كم كلمة ما بيوفوا حق أبدا الراحل العزيز الأستاذ الكبير القديرة سناء دبسي الله يرحمها، ولا أي كلمة ولا أي تعبير حتى اللي كتبته غير كافي يعني عن إنسانة بالدرجة الأولى قبل ما تكون فنانة، أم بتحتوي كل العالم، ما عندها حقد لحدا، متعاونة. وأنا كان لي الشرف أني ببداية مسيرتي الفنية اتشرفت أني وقفت أمام قامة كبيرة مثل سناء دبسي. الرحمة لروحها الحقيقة، أنا كتير تأثرت لما سمعت الخبر، ما كنت بعرف أنا مدى وصولها لحالة صحية معينة، ما بعرف، ما عندي فكرة، بس تفاجأت فعلا بالخبر وحزنت لأنه تاريخ كبير عشناه مع بعض، وأنا كنت زورها بالبيت كتير وهي كانت تجي تزورني. إنسانة محبة، محبة جدا. ما فينا نقول غير الله يصبر قلبه للأستاذ الفنان سليم صبري وولادة والسيدة سراء دبسي أختها، الله يصبر قلب محبينها الله يرحمها. والله ست الكل وخسارة كبيرة، الله يرحمها بعزي ولادها وبعزي الأستاذ سليم. هذا حال الدنيا، موت عليها، مين فينا ما بيحبها؟ ست الكل محترمة وفنانة كبيرة وتربايتها وكلها على بعضها، الله يرحمها. ما في كلام، يعني صعب الموقف كتير كبير و الله يرحمها. كثير من الأعمال أنا كنت ابنها، وكان لي الشرف أن أنا كمان أكون مخرج بأحد الأعمال اللي بين إيديها كمخرج. يعني ست سناء يعني بعتقد هي مثال لكل امرأة سورية بإنسانيتها بأمومتها بكل شيء زرعته قبل ما تمشي. هي موجودة بيناتنا بعدها، بقول يا رب روحها بين الأبرار والقديسين، وعزائي للأستاذ يارا، وبقول دائما الله يصبر ونقدر نوقف جنب الأستاذ سليم بعد غيابه، هذا واجب علينا، نقدر نبقى جنبه الوقت اللي جاي علينا، وبتخيل هي بمكان أفضل يا رب. الله يرحمها، يعني سيدة راقية وإنسانة محبة، إنسانة عطوفة وأيقونة من أيقونات الفن السوري، يعني هي سيدة المسرح كانت بشكل مطلق. الله يرحمها ويصبر الأستاذ سليم صبري اللي فقد شريكه، يعني شراكته مع عمرها طويل، فإحنا جايين نوقف معه بالواقع ونعزي بعضنا بفقدان السيدة سناء. إلا لمدام سناء الرحمة لروحك الجميلة والسلام لإلك، لأنه طول عمرها كانت عم تعطينا سلام، عم تعطينا حب. القعدة مع غنية، الحياة مع تجربة الحياة رائعة، تجربة الشغل مع رائع، بتتعلمي منها كتير. إنسانة حقيقية، تعطيها مع الناس، تعطيها مع الكبار مع الصغار، كم الحب اللي كانت تعطيه للكل، كم العطاء اللي كانت تعطيه، قيمة كبيرة كتير خسرناها، بس يعني الله يرحمها والموت حق، ما فينا نقول شيء. مدام سناء كانت إنسانة غالية على قلبي كتير وصديقة بكل معنى الكلمة، الله يرحمها، كانت طيبة 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 بكل معنى الكلمة، وفنانة قدرت تثبت موجودية بالوطن العربي كلاته.
بدي اقول لها انت رحتي لمكان احسن واطهر واحلى. نحن موجودين وموجوعين على فراقك. استاذ سليم شو بدي اقول له؟ في شيء نقال سوى انه الله يكون بعونه، الله يكون الله يصبر قلبه، يصبر قلب يارا. وجع الفراق مانو سهل. قلبي معهم. قد ما حاولنا نوقف معهم بضل الجرح هون. السناء راحت، هي الأيقونة الكبيرة، هي الفنانة العظيمة اللي تعلمنا وتلمزنا، شو ما حكيت قليل بحقها. أكيد الرحمة لروحها، يعني هي كانت بتمثل مجموعة كبيرة من العناوين اللي نحن أساسا ننتهجها في الحياة. يعني هي عنوان للنبل، عنوان للإخلاص، للصدق، للإبداع الحقيقي. كانت الأم وكانت الأخت، كانت سيدة من أسياد الصمت، لكن صمتها كان يعبر عن كل شيء نبيل وجميل. نحن بالنسبة لنا مجمعين على أنها كانت القدوة، وهذا بأكد عليه، القدوة في كل شيء. فرحيلة خسارة كبيرة وصدمة كبيرة بالنسبة لنا. طبعا رغم حالة مرضها، لكن من يسكن القلوب أكيد نسيانه صعب ورحيله يسبب الحزن الشديد. الله يرحمها ست سناء، ست عظيمة كانت. هي فعلا خسارة كبيرة، يعني هذا الرعيل الأول، المؤسس لمهد الطريق للدراما السورية، لوصلت لهي النجاحات الكبيرة، إن كان على صعيد المسرح ولا السينما أو التلفزيون أو حتى الإذاعة. يعني فهي كانت قامة كبيرة فنية، وعلى الصعيد الإنساني كانت إنسانة مثالية جداً.